سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده نتوما وليداتكم والناس اللي عزاز عليكم. كما كيبان لكم الفيديو ديال اليوم هو عباره عن كاب كيك او كيكات صغار فرديين، كيجيو رطبين وهشاش وبطريقه زوينه ومختلفه. المهم خليكم معايا حتى الاخر الفيديو باش غادي تشوفوا هاد الكب كيك او هاد الكيكات الفرديين كيفاش كيجيو زوينين، كينفعونا الا جاو عندنا ضياف. المهم مختلفين، نقدروا نديروهم في الكونجيلاتور، نقدروا نلموهم نديروهم في الفريغو، نعطيهم للوليدات الكوتي، يقدروا بزاف د الحوايج نشربوا بهم قهوه، نشربوا بهم اتاي. المهم كيحمروا لينا الوجه الا جاو عندنا الضياف ديالنا، وكيجيو رائعين بالنسبه مختلفه وبمذاق لذيذ ومختلف. خليكم معي حتى الاخر الفيديو غادي تشوفوا هاد لي كاب كيك كيفاش كيجيو. المقادير اللي عندي، عندي هنايا كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، راه هاد الكاس ديال الحليب راه قياس ديال هاد الكيسان ديال العنبه. عندي هنايا تقريبا كاس الا ربع ديال السكر سنيده، عندي جوج بيضات، جوج خمارات من هنايا فئه 8 غرام، وعندي غادي ندير واحد شويه ديال الملحه لتصحيح الذوق، وغادي ندير واحد المعلقه ديال الخل، وغادي ندير هاد الليمون هذا راه داير غير درهم، وغادي ندير هنايا هاد معلقه ديال الليمون، قشوره الليمون بعد ما كرمتهم وطحنتهم كنخليهم على حساب التنسيم، ما كنديرش ديك الشخصيه سنيده داك السكر ديال الفاني، كندير هاد الليمون. غادي ندوزو والطحين راه على حساب الخليط، الطحين على حساب الخليط. المهم حتى نخلط ديك الساعه نقول لكم شحال ضفت في الاخير ديال الطحين. ندوز باش غادي نخلط. اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندير الزيت، وغادي نهرس البيض ندير البيض اللي كيكون عندنا بدرجه حراره المطبخ كنكونوا مخرجين مسبقا من الثلاجه. غادي ندير طراب كهربائي، غادي ندير السكر، غادي ندير Thank you.
غادي نضيف معلقه ديال قشور الليمون كاملين محكوكين طحونين، غادي نكمل بالخلاط اليدوي. الحين هنايا عندي جوج كيسان ديال العنبه، الى احتاجيت غادي نزيد من بعد. المهم خليكم معايا باش غادي تعرفوا شحال غادي نحط ديال الطحين بالدقيق الممتاز، حيت كاين عندنا شي فورس اللي كاين يشرب المقادير، وكاين شي فورس اللي ما كيشربش المقادير، زعما ما كنحتاجوش نديرو الطحين بزاف. غادي نضيف واحد الشخصية هكذا، غادي نضيف الشاصية الأخرى ديال خميرة الحلويات، غادي نضيف تقريبا معلقة صغيرة ديال الخل، هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. هيا غادي نفرق العجل الخليط على جوج ديال على نصفين، واحد غادي ندير فيه الكاكاو، النصف الاخر ما غادي ندير فيه والو. هذا هو النصف اللي غادي نضيف ليه الكاكاو، وهذا غادي نخليه هكا. انا غادي ندير هاد الليمون من بعد ما جبتهم ما دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالطحين باش ما يلصقوش لينا. صافي اللي بغات تدهنهم غير بالزبده بلا ما دير الطحين ماشي مشكل، المهم انا غير احتطيت باش ما يلصقوش ليا، ودرتهم في هاد الطاوله باش ما باش يهزوش ايدها الطاوله باش تهز عليهم ويبقاو بحال هكا مستفين. دابا هنايا غادي نفرق فرقت الخليط على ثلاثه، خليت هنايا العادي الابيض، وخلي هنايا درت معلقه ديال الكاكاو، وهنايا غادي نضيف معلقه ولا ماشي معلقه بالضبط، غير هذا القليل من النكهه ديال. هنايا درت معلقه من الخليط الابيض، غادي ندير معلقه هاد الخليط اللي فيه الكاكاو، وغادي ندير معلقه من هاد الخليط اللي فيه النكهه ديال البيستاش، وغادي نجيب واحد العويد وغادي ندير
مي غادي ندير شويه من هذا الفاتح خليط ديال الشوكولاط باش نحصل على هذا الخليط على هذا الشكل الرخامي. غادي نستنى حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي هنايا. من بعد ما عمرت هاد الصغار درت فيهم غير الخليط الابيض، ما درتش غير الكيكه عادي، ما درتش فيهم هاد المونكي ديال البيستاج اللي درت هنايا، انا درتهم على شكل رخامي. غادي ندخلهم للفران بعد ما مسخناه على درجه الحراره 180 حتى يطيبهم من التحت ونطلعهم حتى يتحمر لهم الوجه من الفوق، صافي ونخرجهم وديك الساعه نزينهم. خليكم معايا تشوفوا حتى الفيديو حتى الاخر. هنايا بعد ما طابوا خرجتهم من الفرن تحمروا على هذا الشكل، غادي نخليهم حتى يبردوا شي شويه ومن بعد غادي نحيدهم من هاد المولات الصغار وغادي نزينهم. هنايا من بعد ما خرجتهم من الفران زولتهم من المولات ديالهم، كيجيو على هذا الشكل محمرين كما كيبان لكم ورطيبين. هادو كيجيو هكا على شكل رخامي بالبيستاج والشوكولاط والكيك العادي، هنا كما كيبان لكم محمرين من جميع، كيتحمروا دغيا لان عندنا فيهم الليمون وعندنا فيهم الليمون الليمون اللي انا كندير فيهم اللي كنكرمو كنطحنو كنبقى كنسم به الكيك، راه كيعطي واحد اللون زوين لهاد الكيك. وهنايا شاطلي هاد الخليط اللي فيه الغبره ديال الكاكاو، صافي وانا درتو على شكل ديال درتو هكا على شكل ديال مادلين صغير. المهم غادي ندوز لهنايا للتزيين، انا غادي نزين هاد الكوك، وعندي هنا كاوكاو ايفيلي، وعندي هنايا هاد الكونفيتير السائل. كل التزيين كيبقى على حسب ذوق كل واحد شنو كيبغي. غادي ندير لهم انا كوك كيجيو هاد الكيكات الصغار الفرديين كيجيو رائعين وكيبغيوهم الوليدات، كنبغيو نعطيوهم الوليدات يديوهم للمدرسه في الكوتي، نبغيو نشربو بهم قهوه، الصراحه كيجيو زوينين. انا غادي نديرهم هاد الكولطات ديال الحلوه كيجيو على هاد الشكل. وبالنسبه لهادو هاد لي مادلي حتى هما غادي ندهنهم بهاد الكونفيتير السائل ديال الحلويات، يجيونا على هذا الشكل. وبالنسبه لهادو اصلا هما غادي غير ندير لهم هاد البريون لانهم فيهم هذا الشكل الرخامي، غادي غير نعطيهم شي شويه ديال اللمعان هاد الكونفيتير على هاد الشكل صافي، وغادي نخليهم غادي ندير لهم حتى شي حاجه اخرى، غادي غير نديرهم في الكويطات على هاد الشكل صافي، ما غاديش ندير لهم لان اصلا هما مزينين بهذاك الشكل الرخامي، ما غادي ندير لهم. بغيتو ديروا لهم فوقهم شويه ديال الكوك ولا هاد الكاوكاو ايفيري ولا اللوز ايفيري، انا غادي نكتفي بهم غير هاد الشكل هكا.
كان ديروا كميه كبيره وتحتفظوا فيهم في الفريكو راه كيبقاو ملي تبغيوهم ولا تجبدوهم ما تسخنوهم كيرجعوا بحال اللي يلاه كنطيبوهم. وغادي نستمر حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي ونديرهم في الطبق ونطلقهم. المهم كما كيبان لكم خواتاتي هانتوما كما جات هاد الكيك الصغار اللي عندنا، وكما كتعرفوا راه الخليط غير بجوج بيضات، يعني خليط كيكه اقتصاديه وكنفرحوا بها وليداتنا وكنخرجوا منها هاد الاشكال. كنديروا على هاد الشكل، كنديروا على هاد الشكل، كنديروا غير المهم غير كما بغيت نوصل لكم ان من البسيط يمكننا نديروا، من القليل يمكننا نديروا الكثير. وكنفرحوا به وليداتنا وكنوفروا بحال هكا، كنشربوا بهم قهوه، كيكات فرديين مختلفين على الكيكه الكبيره اللي كنعرفوا كاملين، وكنزوقوا باش ما كل واحد شنو عنده، كل واحد شنو كيتوفر عنده. وكنقول لكم سلام عليكم، تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسونيش من اللايك ديالكم، وبسلام عليكم.